مرحبا بك دكتور محسن مرزوقي، وأنت درست في طنجة، وهي الآن ترحب بك وتعلمك. شكرا. لا أدري هل الصوت مسموع يعني؟ مسموع بشكل جيد. طيب، إذن أولاً الشكر الفيدرالية المغربية لنشر الصحف لدعوتي لهذا اللقاء. خليني أقولكم اللي أنا أحسدكم وأغبطكم لأنكم موجودين الآن في طنجة. أنا لما أرى هذا الجمع الكريم أقول يا ريتني كنت معكم، لأنني مباشرة يعني بعد الاجتماع كنت سأخرج لجولة في شارع باستور للمرور أمام المدافع لأضع يدي على المدافع كما كنت أفعل عندما كنت أذهب إلى بسيريو، ثم بعدها لأنزل إلى السوق الكبير، ثم بعدها لأتسلق الهضبة إلى مرشان، بيتنا في مرشان الذي ما زال الآن بيت العائلة، يسكن فيها أخي مغربي لأنه إحنا عائلة مغربية، ثم بعدها أذهب إلى الحافة يعني لأجمل يعني كأس شاي في حياته، لأجمل منظر أتذكره. فعلا طنجة مدينة يعني هي ظروف السياسة، والدي كان لاجئ سياسي في المغرب من 56 إلى 61، ثم لما اكتشف أنه يستحيل عليه العودة إلى تونس بعد اغتيال الزعيم صالح بن يوسف قرر أن كل العائلة ستأتي إلى طنجة، فهو فعلا يعني 61 إلى 64 عشت في طنجة ودرست في ليسيرينيوم. طنجة لعبت دورا هاما في حياتي لأنه فعلا البعد المتوسطي في شخصيتي وفي شخصية يعني في شخصية التوانسة الصباعة لم أكتشفه إلا في طنجة، لما اكتشفته في يعني في المعهد الفرنسي في ليسيرينيوم، يعني أول مرة شفت طلبة أو تلاميذ فرنسيين. قبل في تونس لم أكن أرى الفرنسيين إلا من خلال العسكر والبوليس والشرطة، الآن كان أصبحوا زملائي الإسبان، زملائي البرتغاليين، زملائي اليهود سواء كانوا يهود مغاربة أو يهود فرنسيين أو إسبانيين. فاكتشفت هذا البعد الذي كان مجهولا لدي في يعني من الشخصية، بحيث طنجة هي التي علمتني أولا، وسعت أفقي الانتمائي وعلمتني فعلا أهمية هذا البعد من الشخصية التي لم أكن أعرفها، وبقيت هذه الفكرة منغرسة فيه إلى درجة أنه يعني صارت عندي مشاكل مع القوميين العرب الذين كنت أنتمي إليهم في وقت من الأوقات في هذه قضية تحديد هويتنا إحنا كتوانسة وكجزائريين وكمغاربة، ودائما أبدا كنت أقول أنه هذه الهوية انظروا إلى الخارطة الجغرافية وستكتشفونها، يعني هذه المنطقة التي نسميها يعني المنطقة المغاربية شمالا محدودة بالبحر الأبيض المتوسط، جنوبا محدودة بالصحراء بإفريقيا، احنا بالنسبة لنا في تونس الشرق كله حدودنا الشرقية كلها تفتح على العالم العربي، وفي الغرب كلها تفتح على جبال بوراس وعلى جبل الأطلس إلى آخره، يعني بعدنا أمازيغ. وبالتالي كنت دائما أبدا أقول نحن المغاربيين بصفة يعني إجبارية نحن متوسطيون عرب أمازيغيون أفارقة، ولن تستطيع الخروج من هذه المعادلة. يعني كان دائما المشاكل مع القوميين العرب وحتى القوميين الأمازيغ الذين ظهروا في الثمانينات، أنا أتذكر أن الكثير منهم كانوا بعض الأخوة الأمازيغ كانوا يكتبون لي كف عن لبس البرنس لأنك هذا البرنس هو أمازيغي، وكف عن أكل الكسكسي، وأذهب إلى الشرق الأوسط التي أتيت منه إلى آخره. يعني كلام فارغ كنت أقول لهم نحن في هذه المنطقة المغربية كلنا يعني بمختلف يعني نسبة الدماء كلنا أفارقة عرب أمازيغي متوسطون. وحقيقة هذه قناعتي إلى اليوم، يعني اليوم لا يمكن الحديث عن هوية مغاربية بدون الحديث عن هذه الأربعة المكونات، إلى درجة أن كنت أقول أنه أربعة أطراف، يعني زي الإنسان عنده أربعة أطراف، إحنا هذه أربعة أطرافنا. بالتالي كل قوم جي سواء كان أمازيغي أو قوم جي عربي أو كذا يريد أن يفصل أن يقتل أجزاء من الجسم فهو سيؤدي إلى قتل هذا الجسم. إذا نحن بصفة واضحة متوسطيون أفارقة عرب وأمازيغ. طيب تقول لي ماذا سنفعل بهذا يعني بهذا الشيء؟ هو الاعتراف بهذه الهوية يعني المتعددة المكونة لشخصيتنا المغاربية. وعلى كل حال قضية الاندماج هذه
هي لا تنتظر رخصة من أحد. يعني نحن مرة أخرى متوسطيون بكيفية فرضتها التاريخ والجغرافيا. يعني القضية ليست هل ستقبل أم لا تقبل أنك متوسطي، أنت متوسطي تعرف أم لا تعرف، تقبل أم لا تقبل، هذا حكم التاريخ. هذه المتوسطية موجودة في تمزج اللغات، في تمزج الدماء، في تمزج العادات والتقاليد إلى آخره. يعني هي موجودة مفروضة بالتاريخ والجغرافيا منذ 2000 سنة، بالتالي تقبلها أو لا تقبلها هذه مش مهم، مثل أنك تقبل أو لا تقبل أنك جزء من العالم العربي أو أن الأمازيغ هم يعني النواة المكونة الأصلية لشخصيتنا. يعني القضية ليست قضية قبول، القضية واقع أنه إحنا متوسطيون منذ 2000 سنة أو منذ 3000 سنة. يعني في تونس هذه المتوسطية موجودة في عاداتنا، في تقاليدنا، في أكلنا، في لبسنا، في أسماءنا، في دماءنا، علاقاتنا مع الإيطاليين، مع الفرنسيين، مع اللبنانيين في الحوض المشرقي إلى آخره. إذا القضية ليست بحاجة إلى البت، ليست بحاجة إلى التدين. الموضوع هو هذا الاندماج الحاصل الحضاري الحاصل المتواصل منذ أكثر من 2000 سنة. يعني هل بوسنا الآن أن نعمله أو نسرع به؟ أو نسرع عملية الاندماج هو العام. بالتالي فإن امتهان تغذية النزاعات واجترار الضغائن والدفع إلى الصدام الحضاري تعتبر مأساة أخلاقية تجاه الشعوب المتوسطية. من هذا المنطلق وكما فعلنا في وجدة من قبل، نحمل هذه المبادرة التي عنوانها الدفع دائما إلى التقارب والاحتفاء بالتنوع والاختلاف والعمل على التكتل لمواجهة أخطار العالم وما أكثرها وما أصعبها. أتمنى لإشغالنا التوفيق وشكرا لكم. حسب اهتمامهم، الواقع أن الموضوع الندوة في مجمده يبدو من الوهلة الأولى كما لو كان موضوعا قديما مستهلكا، الحديث طويل عن البحر المتوسط وخاصة منذ الحرب العالمية الثانية كانت هناك توجهات من بعض الدول في المنطقة لاستشراف نوع من التعاون. الرئيسة وكثير من الفاعلين سمحوا بالرضا، لا داعي لذكر كل اسماء. الشكر للفيدرالية لتنظيم هذا الملتقى في هذه المدينة التي اسمحوا لي أن أقول أنها ستصير في يوم ما عاصمة للمتوسط، وبالتالي سننتقل لشعوب هذه المنطقة عن ما قام به هرقل عندما قام بتفكيك الضفة الجنوبية عن الضفة الشمالية. وسنكون كلنا إن لم نكن نحن فأحفادنا سيكون جيل سعداء بأن تصبح فعلا طنجة عاصمة المتوسط ولها كل المواصفات الميتولوجية والتاريخية والأنثروبولوجية كما ورد في التدخل سيدي اسمه المجاهد لتصير بالفعل عاصمة للضفتين. أود بداية كما ورد في الكلمة الافتتاحية لسي نور الدين بتقديم عذر الدكتور مصطفى بن سمينة لعدم تمكنه من المشاركة في هذا الملتقى نظرا للعملية الجراحية التي خضع لها بفاس، وكذلك الآن هو في فترة نقاها وإذ المراقبة بالرباط. فلولا كما قلت لولا هذه العملية لكان حاضرا هنا ومشاركا في هذه الندوة لأن الموضوع يهمه بصفة خاصة. والكلمة التي كان سيلقيها تحمل عنوان كما أشار لذلك السيد رئيس الجلسة، الاندماج من أجل المتوسط أمر حتمي وليس خيار. هناك هجرات كثيرة ومن الصعوبة بمكان أن نقول بأننا نحن في المغرب ليس لدينا أصول يونانية وإيطالية وتركية وغيرها، والعكس صحيح. وأحيل هنا على مؤلف جميل جدا ولو أنه كتاب صغير ولكنه مؤسس
لشخصية تحدثت عن قضية خاصة ولكنها تحدثت عن الأنثروبولوجيا وكيف أن هذا العالم هو له نفس الخصائص من خلال البحث الأنثروبولوجي التي قامت به والتي هي جرمانتية في لحارين إليكوزان. في هذا الكتاب تتحدث على أنه من المغرب إلى تونس إلى الجزائر إلى تركيا إلى اليونان إلى فرنسا جنوب فرنسا بالخصوص إلى إسبانيا إلى إيطاليا صقلية نفس العادات نفس التقاليد خاصة فيما يتعلق بالعلاقة مع النساء ومع المرأة ومع الموت ومع عدد من القضايا بحيث أنه نفس البنيان الأنثروبولوجي قائم ولم يتغير. إلى عجبكم الفيديو ما تنسوا تديروا جيم وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد.